أكد الجهاز الوطني للضرائب الخليجية اهتمامه بمواصلة تعزيز الوعي لدى كافة الجهات ذات العلاقة بالقيمة المضافة بهدف تحقيق التطبيق السليم لكافة جوانبها، مؤكدا الجهاز استمرار البرنامج المكثف الذي أطلقته منذ بدء تطبيقها القيمة المضافة بداية يناير الجاري من خلال عقده سلسلة من ورش العمل والفعاليات التعريفية الخاصة بالقيمة المضافة. وكان الجهاز الوطني للضرائب الخليجية قد عقد ورشة عمل لعدد من الشركات التدقيق العاملة في المملكة لمناقشة كافة الأسئلة والاستفسارات والمقترحات المرتبطة بالتطبيق الفعلي للقيمة المضافة، إلى جانب تقديم كافة المعلومات التي تحتاجها شركات التدقيق لتقديم الاستشارات المطلوبة للمؤسسات الخاضعة للضريبة. ونوه الجهاز بمدى أهمية تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لإنجاح المرحلة التدريجية لانطلاق القيمة المضافة وزيادة وعي وإلمام الشركات المسجلة لأغراض ضريبة القيمة. وفي هذا الصدد جدد الجهاز تأكيده على أهمية لجوء الشركات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة إلى مدققين محترفين لتقديم النصائح أو الدعم حول التعديلات الضرورية التي تمكنهم من التسجيل للقيمة المضافة لتحقيق صحة الوثائق، مشيرا إلى قائمة شركات التدقيق المرخصة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المنشورة على مواقع الجهاز الوطني للضرائب الخليجية التي يمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للجهاز. وجدد الجهاز الوطني للضرائب الخليجية جدد دعوة المستهلكين وقطاع الأعمال للتواصل وطرح الاستفسارات حول كل ما يتعلق بالقيمة المضافة أو الإبلاغ عن أي مخالفة للتطبيق السليم للقيمة المضافة عبر التواصل مع الجهاز.